بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة في جامعة بيقا كلية الطب. مثل ما تعرفون محاضرتنا اليوم برين ستيم فيرست بارت، اللي هو الجزء الأول اللي هو البرين ميد برين نيور أناتومي. المرحلة الثانية مادة التشريح، محدثكم الدكتورة فدمثان حسين التميمي. مثل ما تعرفون the midbrain أو نسميه إحنا الميزو انسيفرون is the portion of the central nervous system associated with the vision, hearing, motor control, sleep, wake, arousal, and temperature regulation. تقريبا كل الوظائف اللي بالجسم تقريبا جاي يعني يعمل بيها الميد برين. مثل ما تعرفون هنا الميد برين هو connected the forebrain وذا شنو ذا هايند براين، واضح؟ فهو نقطة وصل يعني، لهذا هو كلش مهم. طبعا يحتوي لنا على الأكويدكت ويتصل لنا ويا السيربلم اللي يصير بوستير إله. هذا تقريبا بالأناتومي، هذا هو تقريبا الميد براين، هذا يا شكل مالته، شو شلون شلون إلى شلون مثل منقاع يعني، هذا الميد براين، واضح؟ هذا بالأكزيال سكشن سي تي سكان، سي تي سكان ومفاش شلون عرفناه؟ لأن هذا اللون الأبيض العظم يبين هنا في هذا المفاص، هذا هو شلون قلب الحب او مثل التفاحه، هذا تقريبا الميد برين. جاي يشوفونه هذا هي شيء مثل القلب، هذا هو شنو هذا الجزء الميد برين موجود، واضح؟ هنا بالاكزيا ام ار اي هذا يا الميد برين اللي فوق اللي هو يقابلنا تقريبا، هذا احنا قلنا عليه هو هذا الميد برين، واضح؟ هذا بدايه برين ستيم، وهذا البونز وهذا الميدل اوبلنجاتا وهذا السيربلم، واضح؟ فهذا الميد برين. الميد برين كونكتد ذا بون اند ذا سيربلم وذ داي انسيفيرون ستكتشر لاتر تو ذا ثيرد فيرتيكل. هسه الميد برين اللي هو هذا اللي قلنا عليه، هذا مثل التفاحة او مثل القلب، يربط لنا الستكتشرات مالت البون اللي جوا والسيربلم اللي خلفه ويا من ويا الستكتشر مالت الهايبوثلامس والثالثلامس اللي قلنا عليه، واضح؟ الميد برين بصورة عامة يحتوي على ثلاث شغلات رئيسية، هي اللي هي التكتم والسيربلا بيدنكل والسيربلا اكويدت. التكتم هو انفير ان سوبير كوليكيولاي، واضح؟ والسيربلا بيدنكل اللي هي ميد برين تكتم وكاسيبي وسبستاشيناجيا، والاكويدكت اللي هي كونكت ذا ثيرد اند ذا فور فينتيكل اللي راح ناخذها لاحقا ان شاء الله. نجي هسه نحكي عن من على السيربلا بيدنكل، وجاي تلاحظون السيربلا بيدنكل هي هاي، السيربلا بيدنكل هي الالياف اللي تربطها، هذا السبب بينكم. فهي تو سيندكال ماس سيتويتد ات ذا بيز اوف ذا برين لارجلي هيدن باي ذا تمبرال لوب، مغطاة تقريبا بالتمبرال لوب من هنا ومن ناحية جهة. They emerge from the upper surface of the bone diverge as they pass this bit to substand on the cerebral hemisphere. وبيناتهم راح نصير هنا انت بدنكلا فوسا اللي هي between them occupied by the posterior perforated substance، موجود هنا substance تقريبا هاي surrounded منا ومنا البدنكلا ياهو بالبار هايبوكامبس، هاي بار هايبوكامبس مو هاي بار هايبوكامبس منا بالتمبرلو surrounded it ويا من كذلك الاوبتيك تشيازما الاوبتيك تراكت، هذا الاوبتيك تراكت ايضا محاطي. السيربا بيدنكول ار ستكتشر ات ذا فرونت اوف ذا ميد برين، تقريبا السيربا بيدنكول يصير بال هنا يصير مقابل الميد برين، هذا هنا البيدنكول وهنا البيدنكول، واضح؟ ايزو فروم ذا ايزو فروم فرونت اوف ذا بون اند كونتين اوف ذا لارج اسندينج سنسي اند ديسندينج موتور نيرف تاك، لهذا هو فايبر بي. يقول لك ميلي ذا ثري كومن اريا ذات جيف ايز تو ذا سيربا بيدنكول ار سيربال كورتك والسباينال كورد والسيربلم، ذن الثلاثة اللي هنا يطن ذن السيربال بيدنكل الألياف، واضح؟ فلهذا السيربال بيدنكل by the most classification is everything in the middle except the tectum، ما عدا التكتم ما بي شنو السيربال بيدنكل، كل منطقة بالميد برين بيها هو السيربال بيدنكل، والسيربال بيدنكل يكون ثي اللي هي كروس سيربي سبستاشيناجي والتنكتم. ذن ثلاث شغلات موجودة بها شنو هي؟ السيربال بيدنكل ما عدا التكتم. هسه هاي تشوفون الخط هنا هاي الكاسيربي، هذا اللون هسه هذا الخط الاصفر اللي مشى عليه مع الكاسيربي. Is the anterior portion of the cerebral pedicle contain motor tract، واضح؟ In the some other text
This is called seba peduncle, but presently is usually limited to the just to the anterior white matter portion of it. لهذا الكسر هو composed of the nerve fibers. واضح هو النيرف فايبرز اللي هاي مثل ما حكينا اللي هي كورتيكو بون تو سيبا فايبر وكورتيكو نيوكليار فايبر وعندنا كورتيكو سباينا فايبر جزء من عدها يقول لك هو موتور باثوي ضمها هي سنسري سبستانشيا نايجا اللي هي مين افنت كوبس تايتن بيزا جانجليا والمين افنت الثلاموس واضح functionary to the extra pyramidal system العلاقة بالextra pyramidal system التنكتم خلصنا من السبب التنكتم اللي هي red nuclei white matter التنكتم red nuclei وهي white matter red nuclei هاي تشوفون هزا هاي النيوكليا هاي موجودة هجي هاي كالسبب قلنا عليه The structure of the midbrain involves the motor coordination. بيها شنو الموتور coordination؟ motor fiber راح يمشي بيها. ليش هي هيك لونها pink and color؟ ليش هي لونها احمر؟ وليش هي دنيو كلها؟ لان هي believed due to the iron لان بيها نسبة iron هواية. Which is present in the nucleus in at least two different forms. Hemoglobin 13 موجود بيها. واضح؟ بالنسبة يقول لك للايد نيوكلي ان سبستانشيا ناجا السبكورتيكال سنتر اوف ذا اكسترا بايميدال موتور سيستم ايد نيوكلي كونكشن هذا مخطط ايد نيوكلي كونكشن اللي يجي عف مثل الفايبر او يدس عليها او شلونها هاي كونكشن لها واضحه التنكتم وايت متى هذا بي سوبيا سيبلا بتنكول وبي ميديا لونجتودا فاستيكولاس هذا انت ذا ميديا بين تنكتم هذا احمر دايسكت ات ذا ليفل اوف ذا انفير كوليكولا اون ذا واي تو ذا ريد نيوكليا هذا شو اسمه النيوكليا هذا يا هو اللون الاخضر هسه راح واضح The medial longitudinal fasciculus in the midbrain is situated on the ventral aspect of the aqueduct. هذا الاكويدكت فهي البطانة مالت الفنتر اسبكت مالته نسميها شنو هو؟ هذا medial longitudinal fasciculus. التنكتم وايت متى هسه الوايت متى مالته عندها medial laminiscus ولاتا شنو هو؟ laminiscus. medial laminiscus اللي هي هذه ولا تلا من اسكس اللي هي هذا تنكتم وايت متى مثل ما تعرفون احمى بها الاتاك او الفايبر اللي موجود بيها اللي هو فيستيبيولو سباينا اتاك وتكتو سباينا اتاك وبرو سباينا اتاك وهاي اعتقد واضحة هي وتأشيراتها مجرد هاي الاطلاع حتى الواحد يستفاد من عندها كولبورا كوادا جيميناي اللي هي شنية التكتم اللي هي The tectum is the region of the brain specify the dorsal part of the midbrain إذا هسا التكتم وين اللي هي البوستير بارت الجزء يقول انتير بار بي سبب بدنكل البوستير بار حسي شنو بي التكتم وبيع حوالي 4 كوليكولي 2 انفير و 2 شنو سوبير واضح؟ هنا شبيه هي فليكس مال سنتر انفولف ذا فيجن اند هيرينج هاي ميدياجينيكليتد بودي هاي ميدياجينيكليتد بودي از باتلي كونتينيوس انتو ان امينس كود لاتر جينيكليتد بودي هذا لاتر جينيكليتد بودي اند باتلي انتو ذا اوبتيك اتاك هذا الاوبتيك اتاك فهاي السوبيا بدنكم متصل بها دني هاي السوبيا بدنكم فوق تسي وين هذا الميدي بين فهو بالبوستيا بارت مالته هسه نجي نمل الانفير كولوكيلا هاي الانفير كولوكيلا بوستير السوبير كولوكيلا هاي اللي حكينا عليه وين متصات وين هذا الانفير هسه كولوكيلاس
هاي وين لها علاقة بالايديتري باثوي، ديش المساحة حكينا عليها قلنا هي الفيجن باثوي، واضح؟ هنا لها علاقة بمن؟ بال ايديتري اللي هي فيها بريكيوم باس انتو ذا شنو هو؟ ميديا جينيكليتد بودي. Lateral geniculated and medial geniculated bodies is part of the diencephalon. اللي هي بوين بالفوربري. واضح؟ حتى نخلي ببالكم خذناها بالمحاضرة السابقة. إذا هو اتصال بيناتهم. القسم الثالث بالميدبرين هو يا هو السيبر أكويدكت. السيبر أدوتك وهذا. فحكينا احنا على السيبر بنيكل اللي قدام وهذا الأكويدكت وحكينا عليه مع التكتم. اللي تكتم قلنا عليه هو سوبر كوليكولار وانفير كوليكولار. الاكويدكت هاي هي دكت 1.5 سم دكت ترانسفير ميدبرين تعبنا بالميدبرين طبيها يعني ساوند باي جيمتها واضح كونتين نو كورد بلكسز ما بيها كورد بلكسز شنش وظيفته ترانسميت ذا سي اس اف فروم ذا ثيرد تو ذا فورث فينتيكل احنا عندنا هذا الثيرد فينتيكل بين الهايبوثالاموس موجود يعبر عن اكويدكت وين يروح الفور فينتيكل راح ندرسها بعدين بالمستقبل ان شاء الله بالمحاضره الجايه ان شاء الله سي اس اف يروح من الثيرد فينتيكل هذا اكويدكت ويروح وين الفور فينتيكل فهي هاي تعبر بنص الميدبرين نيوكلياي اوف ذا بيدكتر جيمتا هذا الدكت دائما اكو نيوكلياي موجوده يعني وهذا النيوكلياي ايضا معروفات اللي نيوكلياي اوف ذا اوكيوموتور نيرف للعصب الثالث ونيوكليوس اوف ذا تروكليا نيرف العصب الرابع وكذلك الميزنسيفل نيوكليوس اوف ذا تريجيمينال نيرف العصب الخامس اللي ندرسها لاحقا وهذا الاوكيوموتور تقريبا هذا العصب الثالث شلون الاوريجن مالته احنا ان شاء الله بالمحاضره اللاحقه او الجايه راح ندرس النيرفات كل واحد من عندها شلون الاوريجن ومنين يطلع والنيوكليوس مالته الاوكيو نيرف نيوكليا هذا وكذلك هذا توكليا نيرف عصب رابع الاوريجن مالته واللوكيشن التوكليا فورميشن نجي موضوع هذا التوكليا فورميشن اللي هو هذا اللون الاحمر جاي شوفه هذا التوكليا فورميشن اللي هي جاي اند واي متى مو ان ذا وين بالتنكتم ميدبرين بالتنكتم ميدبرين موجوده واضح هذا بالتنكتم يعني قدام الاكويدك قدام التكتم هذا واضح شبيه هذا upward connection with the thalamus and the cortex بيتصل من فوق ويا الثلامس والكورتكس downward ويا ما حيتصل ويا spinal cord هذا شنو شغله هذا prevent repetitive stimuli شو شلون ينظم يعني ما يخلي stimulus تجي continuous وهذه enhance infrequent stimuli نسوي هذه allow important repetitive stimuli for the example the midbrain واضح Vagina is anesthesia drug act on the particular formation. Vagina anesthesia هنا. الانجيزيك دراج الجنسية يعني التخدير العام يشتغل على هذا التكلا فورميشن. التكلا فورميشن كونكشن هو بيهم افرنت فورم الافرنت يجينا منين؟ من فيا سنسوري اوف ذا باث واي. And systemic other part of the CNS, and factor influence the activity of the reticular formation. Will efferent منيم الاوتونوحوين الافرنت and locomotor control can your nerve nuclei, the cerebral cortex, the red nuclei, and the substantia nigra. مثل ما تلاحظون هذا الامراي او رنين. بي موجود هو الميدبرين اللي اخذناه هذا الميدبرين هذا شوف احنا قلنا عليه مثل القلب او مثل التفاحه يصير شكلها واضح هنا السوبر نيوكليا موجود بيها انفير نيوكليا موجود بيها واضح وهذا هم هنا السبب بدنكل موجود بيها هذا السبب بدنكل موجود فيها واضح وهاي تشوفونها انت بدنكل سيستينه انت بدنكل سيستينه هذا اللون الابيض الفراغ اللي بين بيدنكل منا وبيدنكل منا نسميها انت بيدنكلر سيستينه فراغ موجوده سيستينه يعني راح يصير بيها سي اس اف سائل مالت الدماغ هنا يصير بيها واضح؟ هاي هنا طالعه السوبيا كالوكيلاي واضح؟ فيها كالوكيلاي طبعا بتطلع بالساجد سكشن
شكرا جزيلا، ثانك يو ذا بيست ويشز. نتمنى لكم تستفادوا من هاي المحاضره البسيطه على الميديفيرس. طبعا الفايبر شوي لا تعمقون بيها، شوي بيها صعوبه يعني بالهذي. حاولوا تحفظون الشغلات الرئيسيه اللي موجوده بيها كاناتومي، ك اكزيال سكشن، يعني كمكونات الميديفيرس. هاي مهمه مطلوبه من عندكم، واحنا حاضرين ان شاء الله لاي سؤال. شكرا جزيلا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. دكتور عافر رمثان حسين، تميمي، كلينيكال راديولوجي.